السلام عليكم طلاب، شلون الصحة؟ إن شاء الله تكونون بألف خير. إذن الله بالفيديو مال اليوم رح نربط لكم دائرة من دوائر الزينر دايود وعليكم شنو الفرق الأساسي ما بينه وما بين النورمال دايود. الفرق الأساسي بشكل بسيط بين هو بالريفرس بايز ما يبقى دائما هو أوبن سيركت. وتأخذت وياي بين النورمال دايود لما يكون هو ريفرس بايز هو دائما أوبن سيركت. الزينر دايود لا، بالريفرس بايز لما إحنا الفولتير مسلطة عليه تعبر فد حد معين يسموها الزينر فولتج يبدي يوصل فولتية، معناته يبدي هو يعبر التيار مالتنا احنا. كل زينر دايود من انت تشتريه من المعمل هو عده فد زينر فولتج خاصه به هو. الزينر دايود اللي احنا عندنا اياه اليوم احنا ربطناه بالدائره مالت الزينر فولتج هي تقريبا 5 فولت. عندكم اول شيء تبون على الدائره مالتنا احنا هاي الموجوده هنا، عندنا هاي دائره ربطوها وياي سابقا هي عباره عن مصدر اي سي ومقاومه والزينر دايود مالتي يعني. عندكم بس تركزون بين الزينر دايود مالته الفرق بالرمز عن النورمال دايود بين عنده هذين الخطين على الطرف السالب مالته هو. النورمال دايود عباره عن مثلث وخط عدل، هذا لا، هذا عنده هذين الخطين همينه. هذين الخطين معناته شنو؟ معناته بين هسه هذا الزينر دايود. هذا الزينر دايود مالته الفي سب زد هي 5.1 فولت. ما معناته من الفولتيه العكسيه المسلطه عليها تعبر ال 5.1 فهو راح يبدي يوصل التيار. يوصل التيار هي شلون تظهر بالاوسيسكوب؟ تظهر بالاوسيسكوب على ان هي خط عدل. تذكرون النورمال دايود كان يقص الموجه بس من جهه واحده؟ الزينر دايود بما انه يوصل التيار اذا هو راح يقدر يقص الموجه من فوق ومن جوا. هسه نباع على جزماتي يعني عندي المصدر الاي سي 18 فولت سبيك تو بيك والتردد مالتي 1 كيلو هرتز. خلينا نباع على الجهاز هنا ال 18 فولت سبيك تو بيك انا غيرتها من هنا هذا الامبليتيود بحيث صارت الرقم هنا 18. اما ال 1 كيلو هرتز اللي هي التردد هذا اللي هنا فاني غيرت بهذا الدقم ورا غيرت بهاي المتحكمه بحيث يصير انا عندي 1 كيلو هرتز. شيء اعتيادي طفيت كل المتغيرات لاني ما احتاجها، كل الخصائص ما احتاجها كلها طفيتها، احتاج انا بس شكل الموجه مالتي يعني يكون جيد، بقيه الشغلات كلها طفيتها، واخذت الموجه من هذا الفيشه اللي هي الاوتبوت مالتي يعني. وين ربطها الفانكشن جنريتر هذا مالت الريد وين ربطها؟ ربطها على طرف من طرفي مقاومه اللي هي هاي عندنا هاي المقاومه هياتها. شوفون هذا الفانكشن جنريتر على هذا الطرف من هاي المقاومه، تشوفوها؟ الطرف الثاني مال المقاومه وين رايح؟ رايح للموجب مال الزينر دايود. الموجب مال زينر دايود احنا من عندنا ماخذين الاوتبوت شانل الموجب مالتي يعني مال شانل 2. طبعا الجراوند مالتي يعني موحد، الجراوند مال فانكشن جنريتر والجراوند مال شانل 1 والجراوند مال شانل 2 كلها مربوطه على الطرف السالب من الزينر دايود مالتي يعني بالضبط مثل ما موجود عندي بالخريطه مالتي يعني هنا. هسه اذا نلاحظوا شنو؟ عندكم تباعون على الاوسيسكوب وياي عندكم تلاحظون بين شانل 2 اللي هي هاي الموجه الزرقاء تلاحظون بين هي قاعده تصير خط عدل بالضبط تقريبا اقل من المربع بشويه. حاليا هسه انا منطي قيمه شانل 2 1 فولت، معناته هي قاعده تقص تقريبا من الفولتيه مو 1 فولت وانما 0.9 فولت او 0.8، وهذا الشيء الاعتيادي والطبيعي بالنسبه للسيليكون، لانه هذا مالتنا الزينر دايود مصنوع من السيليكون. بس بالريفرس بايز حاليا هسه خارج الشاشه فراح اغير السكيل مال شانل 2، بدربي هنا راح اطفي شانل 1 اللي هي الانبوت، الانبوت مالتي عباره عن موجه جاي بيها الموجه الصفراء، انا معطيها 18 فولت سبيك تو بيك معناها تصعد الموجه بتسعه تنزل للسالب تسعه، حاليا ما اريدها فدبل كليك عليها اريد اطفيها. حغير السكيل العمودي، هذا السكيل العمودي راح اغيره بحيث يصير قيمه كل مربع، شوف هسه هنا قيمه كل مربع هي 2 فولت، او اغيره بعد خلي تصير قيمه كل مربع تقريبا 5 فولت. هسه قيمه كل مربع تقريبا هي 5 فولت. تلاحظون شلون الموجه الزرقاء قاعده تنزل بس مربع واحد؟ قاعده تنزل مربع واحد وتتنقص. مو مثل النورمال دايود، النورمال دايود كان بس يقصها من فوق، كان جزء جوا ما يقصها طلع ليها موجه جيبيه. الزينر دايود لا يقص من الجهتين. هسه من جوا قاعد يقص تقريبا بال 5 فولت. ليش؟ لان هي هاي فولتيه الزينر مالته هو، هي هاي خاصيه الزينر دايود. اذا الله افتهمتوا علي؟ اذا عندكم اي استفسار اكتبوا لي بالتعليقات، اذا الله ما حقصر وياكم. يلا تحياتي شباب، مع السلامة.